السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ريجيش مانشن 3. الحلقة هذه متواصلة مع الحلقة اللي فاتت اللي هي مش نحاولوا حلقات إسدانية كما نقولوا ثانوية مش نكملوا بها ليجيم. طب قادم ركسين على ليجيم دوك مش نطلع تويكا لليتاج رقم 7. حاولوا في الحلقة دي نكملوا لتجات حتى 14. كالعادة زورونا على الموقع تريدشير بونجا، زورونا على قناة يوتيوب وعلى الباج الفيسبوك. شوفوا قد نقصينا 3 باهي نبداو على بركة الله. ان شاء الله تنقد زيادة حلقة خالصة بالليبو خاطر كل ايتاج فيه قعدونا زوس جيناك برنا يا
قاتلنا واحدة بركة. ونرجع للأسانسير ونرجع لكم إن شاء الله. نمشي للثامن. نمشي للثامن. كل عادة زرونا على الموقع تريز الشرق والنجاة، زرونا على قناة يوتيوب وعلى الفيسبوك. ناقصين ثلاثة نحاولوا نفركسوا عليهم. رولي قضيناها، نقاو كعبة قضيناها. كيف
ايش نبدا هذية. واو Hey ho, got it. طب خدونا قعدونا زوز. يا فيها نار خاطر لازم نذوبها. وين النار؟ كيفاش نذوبوها توا على هذي؟ نورمالمون فما حاجة نتاع نار. اي نتاع النار لقيناها نتاع النار، كان تتذكروا في الحلقة نتاع الاستوديو نتاع النار جبناها هوني وخليناها هوني اللي حلينا بها نجمنا نحرقوا بها خيط العنكبوت. دونك تعاودوا تركزوا عليها وين خليتوها. نسيت انا وين جبتها هوني وخليتها هوني. دونك تعاودوا نعاودوا نرجعوا ونخلينا هيا. خاطرنا الكعبة بركة نحاولوا نفركسوا عليها. الأخرى نورمال هوني. نقطة
نعطوكم يعني احنا قاعدين مش نعملوا يعني 100% قاعدين نفركسوا عليه ما لقيناهمش في النورمال يعني مش الحركه هذه مش تفركس 100% كلهم. اوه 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 نرجع للأسانسير. نمشي للتسعة. نهم زوز طاجات اللي فيهم ناقصين برشا هما هذوما الثامن والسبع. نموتو كلهم شبتو كعبة 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 كعبة. نشوفو. هذا كعبة كما قلتلكم. ناقصين كعبة كعبة. اما كيفاش باش نضربوها يلزمنا حاجة برشا بصراحة. أنا كنت من الأول متخوف منها ما كانتش تعجبني على الدياس ولا على الترو دياس ما لعبتهمش ما عجبتنيش على الجيم كيوب كيف لعبتها شوية وما كملتهاش لكن على السويتش صراحة عجبتني وقلت نكمل باش نحاول نعمل دونك تاول نمشيو للطابق العاشر. معاش برشا مازالو بخلاف في العاشر مازالو اربع طوابق عملنا 50 فواياج على سونسور. فرعون نقصتنا كعبة بركة وأخيب استاج أخيب استاج لعبته مش نحاول نمشيو طول للكعبة اللي حاجتنا بها قدر النمو هذا أنا منحبوش. Oh,
Whoa, yeah. نبدو على راحتي توقع. اوكي لا هذه عملني في بالي هذه عفوا ضيعنا شوية وقت هوني هذيك عنا منها تاج ما هذا توش دونك تو نرجع لل نرجع للسانسير ونرجع لكم حاسيلو مصر البيع بكون شي ما قبرت 20 فانتوم طو النيفو 11 نشوفو قداش نقصنا فيه زادا نورمالمون مش برشا ناقصنا واحدة بركة زيادة نفركسو عليها نوما نعرفو مكانها وين بالضبط تاني نمشي لها طول ما توما الخلاف نزو نكسرهم الكل طيب خنزير هوني ثالث اوكي هاكم كملوا طيب نرجع للسانسير ونرجع لكم تو نمشيو ل 12 ل 12 مو زاد عندنا في نفس الكعب ولا كعبتين عاد زورونا على الموقع تميزة شارك بول مشا زورونا على قناة يوتيوب وعلى الباج الفيسبوك اوكي نقصتنا كعبة بركة ممكن عاد هوني نوما هو قريب 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 هوني يعني مش بعيد مش نقعد ندخلوا الداخل باش نستعملوا
هذه نحاول نقرجها لبرا. اوكي هكا سي نهزها. كملوا ديجا احنا بعد الاسانسور من غير ما نقصوا نطلع للنيفو 13. نوم على زوز ناقصين. على كعبة نقصها كاو وي كعبة كاو نقصها دونك ان شاء الله تكون قريبة مش بعيدة. عفوا ماما باش نمشيو لها طول ما غير ما نضيع الوقت. Oh,
لازم كيف النجم قد يعني على كعب شي مرجونة نورمال ما نقعدو هوني نعسو هاكا تحلت هاذيكا ونهبطو عرفت كيفاش مش قاعدين في البقعة الباهية خنقمرو هوني احنا خليو هذا هوني أنا فكري كشوف
في مقابل العرس هوني. صباح صباح صباح، تو فهمت الحكاية وفهمتها لكم ديجا غبي و هاك غبي و غبي و غبي و غبي و غبي و كمل لهم الطاقة 16 توقعتنا اخر طاقة اللي احنا كملناها 14 نمشيو لاسانسير ونرجعو لكم نطلعوا في الاسانسير نمشي ل 14 ما عندناش وقت باش نقعدوا نتعاركوا معهم ناقصين ناقصين ثلاثة دونك هوني ناقصين حاجة كبيرة كلهم موجودين في غرفة واحدة هما ثلاثة اللي مازالونا كلهم موجودين في غرفة واحدة اللي هي متاع البوس اللي ما نجموش ناخذوهم إلا ما نقتل البوس يعني ثلاثة اللي مازالوا هذوما ما نجمو ناخذوهم إلا ما نقتل البوس بعد نعود ونرجع للسائر Corona.
كملنا تاع ليت في 14 هذا لك وش 15 ما بانه ما لعبناهش دونك ما نجموش نكملوه نوصل نهاية الحلقة نتاع اليوم. الحلقة الجاية منعش اسك نعمل الكاز بغير ما نكمل البوس وإلا نكمل فراكس ليبو نتاع لينفو هذو ما إن شاء الله. أنا خمم باش نعمل ليبو قبل ما نكملو قبل ما نكملو ليتاج 15 نمشيو نعملو ليبو خاطر في كل ليتاج تما بو احنا ديجا خدينا زوز ثلاثة بوات في كل ليتاج دونك تطلع لنا أسهل إن شاء الله في الحلقة الجاية نحاولوا نعملوا ليبو إن شاء الله. سوسول اثنين كاملين سوسول ان كامل ايتاج واحد كامل ايتاج اثنين ايتاج ثلاثة ايتاج اربعة ايتاج خمسة ايتاج ستة ايتاج سبعة ايتاج ثمانية ايتاج تسعة ايتاج عشرة ايتاج احداش ايتاج اثناش ايتاج ثلاثاش ايتاج اربعتاش وايتاج خمستاش مازلنا ملعبناش. دونك الحلقة الجاية نورمالمون هذا مال فانتوم ساعة مازال فانتوم برك منعرفو شنو شكلو ثم لي بو هذوما نورمالمون ان دو تروا كات ديجا كات هاديك متحسبش كات بو هما قداش وحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة سبعة ثمانية تسعة عشرة اثناش ثلاثاش أربعتاش خمستاش ستاش هما ستاش من بوق وحنا عنا خمستاش واحدة دونك تعال نشوف حال الفانتوم نوتابل نورمالمون كاملين الكل مازلت انا واحدة بركة هاديكا فانتوم منيك هذا ملاش يضري في لعبة أخرى
نحاولوا نكملوهم ديال نشوفوا الحاله نتاعهم. الفانتوم كملناه هذوما ديال باه. نخليكم تو نقول لكم الى اللقاء، نتقابلوا ان شاء الله في حلقه جايه على تونيزيا شيربون جا وعلى قناه يوتيوب وعلى الباج الفيسبوك. الى اللقاء، تشاو.